ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستقر إنا كل شيء خلقناه بقدر الله صل على حضرة النبي الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر صلي على حضرة النبي الله يرضى عليك يا عم الشيخ مصطفى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير
إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. ورد الله يديك العافية يا قوي. بس بقى كفاية كده. يلا بقى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله يفتح عليك يا عم الشيخ مصطفى. الله يفتح عليك وصلي على حضرة النبي. كشمير يا حلم. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. إن المتقين في جنات ونهر. النبي صلي كشمير يا حلم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
الله اكبر. الله اكبر.
اكرمك يا حاج. والارض وهذه الامان. الله اكبر. حاجه بالعقل. الرحمن. صل على حبيب النبي. اللهم صل على حبيب النبي. علم القرآن. خلق الإنسان. اللهم صل على حبيب النبي. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماشي يا دكتور احمد. خلق الانسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله يفتح عليك. صلي على حضرة النبي. ابو الحاج يا شربات. رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان؟
افتح عليك يا حاج مصطفى. الله يزيدك من نعيمه. الله يزيدك من نعيمه وصلي على حضرة النبي. الله يديكم العافية انتم. كشمير يا حلم. يا رب انصرنا لك النبي يا رب. موج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحاقة ما الحاقة
حقه. صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد أكرمك يا حاج، الله يكرمك يا حاج. يا رب انصرنا لأجل النبي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثمانية أيام حسوما.
فترى القوم فيها فأتري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه. إنا لما طغى الماء في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا يخفي منكم خافي. حاضر. اللي جايين ولا اللي فاتوا؟ والملك على أرجائها
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الله أكبر. إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية. الله في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بها أنتم أشد خلقنا من السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء رسمكها فسواها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها الله
النبي. وقت عليك. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وصلي على النبي. صلي على النبي. صلي يا شيخ المشايخ يا حلم. قطع سمكها فسويها. معلش حتى النبي وصلي على النبي. صلي الله اكبر. انتم برضو يا شيخ المشايخ يا حلم. صاروخ الموجه ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها. يا جبل النبي يا وحش يا كذب يا وحش. والأرض بعد ذلك دعاها. أخرج منا ماء والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها
عم الحاج الله يكرمك والنبي يا عم الحاج. اسمعتك مأذنك. اه حرام يا والله جمده ده فإذا جئت طامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يلي. يا جبل النبي يا سيد واحد 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 واحد. فاما من طير اثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. الله 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 يفتح عليك يا عم الحاج. الله يزيدك من نعيم وصلي على النبي. داروك الموجه يا حاج مصطفى وصلي على النبي. من النبي يا كشمير يا حلم. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي. يسألونك عن الساعة أيام مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهي. يا عم مصطفى يا حلو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشيها. يا حلو حق سعد يا أبو التعب يا حلو انت على الزمرية. والسماء وما أرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها
فيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. عظمة على عظمة على عظمة. اهدنا الصراط المستقيم كشمير يا حل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.